ولسه مكملين معاكم في معرض القاهرة الدولي للكتاب. والحقيقة أنه معرض كتاب الطفل كمان السنة دي مهتم بشكل كبير جدا جدا بالأطفال. والحقيقة أنه كمان إحنا عايز أقول لكم أنه معانا شخصية معرض كتاب الطفل هو الكاتب يعقوب الشاروني. معانا ثلاث أطفال، الثلاث أطفال هم اللي كاتبين كتب ومشاركين في معرض كتاب الطفل. خلونا نتعرف عليهم. اسمك إيه؟ اسمي إهداء عادل فاروق. قد إيه إهداء؟ عندك كام سنة؟ عندي 10 سنين. مشاركة بإيه في المعرض؟ مشاركة بكتابين في معرض الكتاب. السنة اللي فاتت شاركت بكتاب اسمه احكي يا اهداء، والسنة دي مشاركة بكتاب اسمه بستان. يعني دي مش اول سنة ليكي؟ لا، انا السنة اللي فاتت برضو حضرت معرض الكتاب. جميل. ممكن نعرف بقى اسم صاحبتك اللي جنبك ايه؟ اسمي مريم وليد. مي ايه؟ مريم وليد. عندك كام سنة يا مريم؟ عندي 9 سنة. دي اول مرة تشاركي؟ مشاركة بايه وكتبتي ايه؟ ايه الكتاب الحلو اللي انت ماسكاه ده؟ حواديت روما. بيتكلم عن ايه حواديت روما؟ عن قصص للأطفال. زي ايه؟ احكي لي منهم قصة. ايه القصة اللي انت فاكراها؟ بنت النشيطة. بنت؟ البنت النشيطة دي بتعمل ايه البنت النشيطة؟ في يوم من الايام كان في بنت اسمها ليليان، صحيت من النوم روقت سريرها وغرفتها، وفي يوم من الايام جالهم ضيوف كمان اطفال اشقية جدا، والاطفال دولت فضلوا يلعبوا في البيت وبهدلوا كله. فليليان فضلت تقف وتقول اعمل فهي فضلت تقف وعماله تقول اعمل ايه عشان اخليهم يقفوا. فهي جات لها فكره، الفكره اللي هي هتناديهم وتقول لهم تعالوا اتفرجوا على الكرتون والعبوا بالالعاب. ففعلا عملت كده، والاطفال قاموا اتفرجوا على الكرتون والعب. شطورة دي شطورة ونشيطة كمان، دي مش بس نشيطة، دي نشيطة وشطرة. اسمك ايه؟ نورسين محمد. كاتبة ايه نورسين؟ احكي لي الكتاب اللي انت كاتباه. كاتبة ايه؟ كاتبة بقلم نورسين، كاتبة فيها 20 قصة. 20 قصة كتبتيهم لوحدك؟ فكرتي فيهم لوحدك؟ مين كان بيساعدك؟ محدش ساعدك خالص؟ ساعات ماما بتساعدني. بتساعدك في ايه؟ لما بتبقي في حاجة مش عارفاها بتسأليها؟ انا فرحانه بيكم جدا، وبقول لكم انتوا شاطرين قوي، وان شاء الله لما تكبروا نفسكم تكونوا كتاب بس، ولا نفسكم تكونوا كتاب وحاجه تانية؟ عايزه اكون مذيعه وكده. مذيعه ان شاء الله تبقي مذيعه شاطره. وانت نفسك تطلعي ايه لما تكبري؟ عاوزه ابقى مذيعه ومدرسه. لا لا لا، كله عايز يبقى مذيعه. وانت كمان يا نورسين عايزه ايه؟ عاوزه ابقى مذيعه ومضيفه طيران. خلاص انتوا خلصوا المدرسه واكتبوا وذاكروا كويس، وان شاء الله تقدروا تعملوا كل اللي انتوا عايزينه. ميرسي، شكرا.